حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة اللواء طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي بمناسبة زفاف نجله راشد إلى كريمة السيد أحمد سهيل بطي محمد العيالي ومحمد إلى كريمة السيد خليفة محمد عبيد الحتبور. وقد هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العريسين ووالدهما متمنيا لهما حياة زوجية سعيدة ومستقرة مكللة بالرفاء والبنين. وحضر الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي اليوم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي وسعادة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين وأقارب العريسين.